سعد الله مساكم بكل خير، وإن شاء الله تكونوا طيبين وحياتكم حلوة وسعيدة ويومكم أسعد وأحلى الأوقات. طيب الآن أنا عبيت هنا موية حارة علشان أبغى أسوي لكم إن شاء الله اليوم خلطة البرياني مع تحديدا الجمبري والخضار هذه اللي انتم شايفينها. عندي بصلة وتومة وبهارات أنا ما أحتاجها، كذا أنا وفرت على نفسي عن تقطيع وقياسات ومكونات وا 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 وا، هذا كله ما أحتاجه. كل اللي أحتاجه يا حبايب إني أجيب خلطة البرياني، هذه هي خلطة البرياني. هحط منها ملعقتين بسم الله، وهذه ملعقة ثانية، ولا يحتاج إننا نضيف أي حاجة ثانية. طيب بسم الله، فاصوليا، بازيلا، كتر البازيلا، جزر مقطع كيوب، وكوسة. الله الريحة طرب. هنا عندي الموية بتسخن، هحط فيها شوية رز عشان أسلقه نص سلقة. قلب الرز، أحط له شوية ملح، وبحط له زيت. كمان نحط هنا شوية زيت ما يضر. يلا نقلب مع الخلطة. ونحط لها شوية موية عشان الخضار تستوي. حجيب أصغر عبوة اللي في موية بيرين، عرفتوها هذه؟ أصغر واحدة. وفي كمان على فكرة أصغر منها. هذه العبوة أنا مرة تعجبني، العبوة اللي هي الصغيرة، عندي في البيت الله يحفظهم الأولاد لما يفكوا هذه يشربوا زي كذا ويسيبوها، ولما يجيبوا يشربوا مرة ثانية يروحوا يفكوا واحدة ثانية. فلما نجيب العبوة اللي مرة صغيرة خلاص يفكها مرة واحدة ويشربها ويرميها ويصير ما عندنا هدر، هذيك اللي أنصحكم فيها بصراحة للبيوت للأطفال حتى لنا إحنا، مرة ممتازة. بدل ما تشرب شوية كذا تضيع القارورة، فين قارورة الماية؟ تروح تفك واحدة جديدة تكمل هذيك وخلاص. هزيد الموية كمان. يا سلام حلو. الآن جاء دور أحط الجمبري بالشكل ده وأسيبها على نار هادية تستوي، ونطلع فاصل بسيط جدا ونرجع يكون هذا بدأ يفور وصفيناه، وهذا بدأ يفور ونحط ده على ده ونكمرها ونروح نشوف سلطتنا. يلا فاصل وتعالوا لي. طيب يا حبايب رجعنا، عندنا الرز نص استوى شخلناه وحنحطه على الخليط اللي عندنا هنا. هذا الرز مشخول في زيت وفي ملح وفي كل شيء بالشكل هذا. أمسك القدر كذا عشان تساوى الرز، وأحطه وأغطي عليه النار على أقل شيء. هخليها على 2 وأغطي عليه
اروح اسوي السلطه. هذه السلطه ماني عارف ايش يسموها، ولكن هي سلطه يعني خضار وفواكه فريش. هنا عندي روكا وخس، توت، رمان، برتقال، ثلاثة ألوان من الفلفل الرومي، أحمر وأصفر وأخضر. عندي شوية بقلة اللي هي الفجل، كورن. شوفوا كلها ترى جاية مع بعض، واللي حيوحدها موضوع الدريسنج اللي في النهاية. هنا هاخد الطماطم هذه، هاخدها للتزيين في النهاية، أحط لها برضو أوراق نعناع. هنا عندي تمر، حاجة أسوي الصوص تبعها. الصوص تبعها عبارة عن ليمون وتقريبا ملعقتين صغيرة عسل، وحاخذ مربى التين حقت حلواني، حاخذ ملعقتين كبيرة، هذه ملعقة وهذه الثانية. هذه المرة الثانية اللي بنعمل فيها صوص بالتين، أنا مرة أحبه بصراحة. هذا ماستر، وعندي خل بلسمك. حضرب كل المكونات هذه مع بعض إلين ما تتجانس، وحتبلها بملح وفلفل بالشكل ده. شوفوا هجيب السكينة نشيك على الرز ايش اخباره. اخباره نطفي عليه عشان لا يشيط من تحت. جيب السكينة، عندي هنا افوكادو، نقطع بالطريقة هذه. الطماطم حنقطعها لنصين، ونقدر نحطها كمان سليمة ما في أي مشكلة. نخلط كل المكونات هذه مع بعض. سلطة جدا جدا غنية، غنية بكل شيء، يعني نقدر ناكلها لوحدها وجبة. نزيد الخس والروكا شوية، والآن أبدأ أرش عليها الدريسنج. أديها رشة ملح، وأقلبها تاني. وأجيب صحن التقديم الحلو ده علشان يبين كل المكونات حقت السلطة. ما شاء الله، جربوها حتعجبكم. هنا عندي خل البلسمك المركز بالشكل ده، ممكن نستخدم دبس الرمان لو تحبوا. ممتاز.
هذا كله خلاص. بسم الله. دائما في المطبخ اكثروا من ذكر الله وانتم تستخدموا الاشياء بسم الله عشان ربي يحفظكم وانتم تستخدموا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله نفسي اقلبها كذا بس هذا قزاز خايف ينكسر، بس ما حيندينا نقلبها. حغرفها غرف عادي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حنغرف الرز اللي فوق. ولين الخلطة طلعت لنا مع الجمبري. يا سلام. نرش رشة بسيطة من البصل المقلي وبكذا صار رزنا اللي بالجمبري جاهز باستخدام خلطة البرياني. بكذا سوينا طبختين اليوم، عملنا رز البرياني مع الخضار والروبيان، وهنا عملنا سلطة غنية بالمكونات، فيها خضار وفيها فواكه، حتى صوصها جدا غني، استخدمنا فيه مربى التين. أنا حطلع معاكم فاصل صغير ونرجع، ما حنطبخ، حندردش كده ونتكلم عن أشياء حنسويها في الحلقات الجاية. يلا نطلع فاصل وتعالوا لي. طيب رجعنا لكم يا حبايبي. إحنا الآن وصلنا لنص حلقات البرنامج. طبعاً أول حاجة أنا حابب أشكر الرعاة اللي موجودين معايا في البرنامج. الحمد لله من يوم ما بدأنا برنامجنا عيش وملح دائما بيجونا أحسن الرعاة وأفخمهم. طبعا السنة هذه معايا الوليمة، معايا ميابيرين، معايا برضو حلواني بمنتجات مرة كثير. أول شيء أوجه لهم الشكر. ثاني حاجة أحب أعرفكم على المنتجات هذه. المنتجات هذه اللي معايا أنا بحاول إني بستخدمها في طبخاتي وأسوي منها تويست، يعني حاجة غير معروفة أو إنه اختراع، خلينا نقول ببساطة اختراع. حاولنا في الفترة اللي فاتت إنه نعمل أشياء، قاعدين بنشوف آراءكم اللي بتكتبوا لنا هي دائما على الفيسبوك. على العموم حتنزل دحين حسابات البرنامج عيش وملح، يا ريت تتواصلوا معنا وتعطونا آراءكم وتعليقاتكم تحديداً على إيش تبغونا نعمل. في الحلقتين اللي فاتت أنا بدأت أعمل طبخات المطاعم وشفت إنه في لها قابلية مرة كبيرة ومنكم وعجبكم الموضوع، فحابين في الفترة اللي جاية إن شاء الله في النص الباقي من البرنامج إنه نعمل هذا الموضوع ونعمل أسرار المطاعم في عمل الأطباق وباستخدام المكونات اللي موجودة معانا واللي عرفتكم على الشركات اللي معانا هذه السنة. أتمنى أنكم تتواصلوا معانا على الحسابات اللي عندكم هذه، أتمنى أنكم تتواصلوا معانا على الحسابات اللي طالعة معاكم على الشاشة وتعطونا آراءكم اللي حتفيدنا وتفيدكم بالتالي. لهنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، لحلقة جديدة بكرة إن شاء الله من عيش وملح وطبخات جديدة. نشوفكم على خير. سلام.